تحضير الهوية التعريفية، يا أما جنسية يا أما بطاقة موحدة. العنوان كامل، اللي ما حافظ يعني يجيب الهوية مالت السكن مالته، واللي حافظ عنوان يكون أفضل. وتحضرون رقم تليفون، تليفون يكون جاهز خاص بيك أنت. زين عيني؟ حتى تمشي الانسيابية راح تجيك رسالة على من تلقى الرقم مالتك، راح تجيك رسالة على التليفون تذكرك بأنه أنت أخذت الجرعة الأولى وتذكرك بالجرعة الثانية. يرجى الاحتفاظ بهاي الرسالة، يعني لا تنسوها. هاي الرسالة مهمة، لا قدر الله إذا ضاع الكارت من عندكم أو فد شيء هاي تكون مضمونة.